فلوس وسير خديهم وخرجي عيشي حياتك. تخرج الاعلان ما تضربش في عرضي ما تضربش شرفي ما تجبدش هذاك الراجل. قالت لي يا ربك ما اسم مقتول وانا معايا ناس كبار وما داش التشريح خطأ في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس. هذاك هو الخطا الكبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم قضيه اللي دارت ضجه اللي خلات جميع المغاربه يتسائلوا شنو الاسرار اللي كتكمل في هذه القصه. الحكايه بدات في سنه 2018 بموت مسؤول كبير في الامن الوطني بحادثه سير. بعد مرور اشهر خرجت الابنه ديالو باتهام احد الاشخاص او بالاحرى الزوجه ديالو اللي هي الام ديالها بالقتل او ان عندها يد بالموت ديال الاب ديالها. كمتتبع لهذه القضيه كنبقى انسان محايد. كنتمنى ان شاء الله تبان الحقيقه وياخذ كل شخص جزاء ديالو. يعني احنا ما بغيناش نشوفوا البنت كتصداع مع امها في مساله موت ديال الاب. يعني هي واحد المساله يعني كتضر في الخاطر نوعا ما. نتمنى من الله عز وجل تبان الحقيقه وتنصف الام اذا كانت مظلومه او تنصف الابنه وداك الزوج اذا كان مظلوم. وكما كيقولوا المغاربه الروح عزيزه عند الله. يعني احنا كنثقوا في الامن الوطني ديالنا وكنثقوا في القضاء ديالنا اللي انا مأكد وانتم مأكدين باللي غينصف في الاخير المظلوم. حاجه اللي ما عجبتنيش في هذا الموضوع كيفاش الناس حكموا على الام يعني على الطرف الاخر. الام كان عندها اول خروج اعلامي مع السي المهداوي الصحفي المتالق. خرجت مع السي المهداوي وبرات وعطات الراي ديالها في هذه المساله. مي بقيت كنقرا التعليقات وغنقراوهم كاملين غنقرا معكم التعليقات. يعني كيفاش بنادم كيحكم على الانسان الاخر يعني من خلال فيديو او من خلال تعليق او من خلال حركه دارها. ونبداو باول تعليق في الفيديو ديال السي المهداوي في لاشين يوتيوب. اول تعليق كتقول الاخت الكلام ديال البنت واضح وضوح الشمس وهذه المراه كتدخل وتخرج في الهضره ولكن كيبقى العلم لله. هو اتهمتي قلتي العلم لله بحال الانسان اللي كتصرفقه كتقول له شي نصيحه. يعني انت اتهمتي انك تدخل وتخرج في الهضره. اولا السيده كبيره في اللاج. يعني الناس اللي شافوا الفيديو او تفرجوا في الفيديو ديال السي المهداوي انها مراه كبيره في اللاج وبليس دو سا يمكن ما قارياش او كتلعثم في الهضره. يعني شي حاجه ماشي سهله عليها. تخيلوا معايا ان ولدك اللي من الصلب ديالك انه يتهمك بهذا الاتهام اللي هو كبير وثقيل بحال انك قتلتي الزوج ديالك. ماشي شي حاجه سهله. يعني ماشي غير التلعثم اللي يكون في الكلام وماشي غير تدخل وخرج الهضره. راه شي كثير يعني شي حاجه صعيبه وما يمكنش حنا متلعتهم الكلام ونتهموا السيده. غادي كنقرا معكم هما اكثر تعليقات طلعوا في الفيديو. الكومنتار الثاني حركه ديال تدل على شيء ما طلعوا التعليق ديالي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم الا لا حول ولا قوه. ودابا انا ما عرفتش الناس اللي كيكتبوا التعليقات واش هما دراري صغار الناس واعيين بهذه الهضره اللي كيقولوا وعارف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم منكم يلقي كلمه لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريفا في جهنم. يعني من الانسان ما يلقاش حل فمه ويطلق الكلام على مصراعيه. كيفاش حركه اليد كدال شي حاجه محقق كونا كيفاش هذه المساله سبحان الله. التعليق الثالث حشومه تقول كل مره هذاك الراجل راه خصها تقول راجلي رحمه الله وسكنه في الدوس الاعلى. الاخوان واش كتقلبوا الانسان على الاخطاء ديالو؟ واش نتوما ما حسيتوا بهذه السيده؟ انا راه ماشي كندافع عليها مي واقعي انا محايد في هذه المساله. بقات فيا الدريه وعجباتني على داك السلوك اللي دارت وان بواها وما بغاش تسمح في حق بواها. السيد توفى هذه 4 سنوات يعني 6 سنوات 2018 وهي في مركز اتهام. هي راه في مركز اتهام. هي طالعه في هذا الفيديو باش تدافع على راسها. راه قالوا فيها الكثير الاخوان. والله العظيم الانسان يكون منطقي ويخدم شويه الحكمه وما يبقاش يتهم. راه هذا الشيء كبير. راه الانسان جالس فوق كرسي ولا جالس في دارو جالس في قهوه وكيقول يعني وكيتهم الانسان راه شيء صعيب الاخوان. ردوا البال من هذه المساله. التعليق الموالي كيقول كون كنتي الام ديالها بصح ما تخليهاش تربي بعيده عليك او تحرميها من الحنان ديالها. وهي راه اعترفت بهذه المساله. يعني الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال السي المهداوي او في الخروج ديالها مع الصحافي السي المهداوي هي اعترفت قالت بالحرف انني من الاخطاء اللي درت انني ما ربيتش بنتي انني ما شديتش بنتي ان ان فوت ولدات عطيتها لهذوك الناس. وهذا خطا كيديروه بزاف ديال الناس. اللي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس. هذا هو الخطا الكبير اللي درت في حياتي. الله عز وجل وكيعرف ان الانسان خطا. ربنا لا تؤاخذنا اذا اخطانا او نسينا. يعني ما كاينش شي انسان ما يكونش عنده اخطاء واخطاء غاف في حياته. هي كتعترف بهذه الاخطاء. الام دارت اخطاء البنت هي تقدر تكون درس اخطاء. يعني ما عرفناش التفاصيل في هذه القضيه في هذه المساله. ليسونسييل حنا كنهضروا على الموت ديال الكولونيل. ندوزوا للتعليق الموالي. تذكروا قضيه تيتوان السيده اللي قتلت الزوج ديالها ودهبت في الاعلام والشرطه ان كيدهن عظيم. لا حول ولا قوه الا بالله.
دابا هذيك تبت القضاء والامن الوطني هو اللي قال لنا على ان هذيك السيده قتلت الزوج والابن ديالها. يعني احنا ما كانش عندنا فكره، كانت كتطلع ما كانش عندنا فكره، والامن حتى هذه المساله نفس القضيه. تخيل يخرج غدا ان شاء الله القضاء ويقول لك ان هذه السيده بريئه وان السيد مات في حادثه سير. الحاجه راه عندها وليدات وعندها الاخوان، ردوا البال للكلام اللي كتقولوا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكون الفكره اللي بغيت نوصل في هذا الفيديو تكون وصلتكم الاخوان. راه صعيبه تكون انت محط اتهام، تكون الاصابع تشير لي، قالت وين لمن اشارت الي اصابع ولو بالخير، فما بالكم انها تشير اليه بالسوء وبالاتهام. خليوا القضاء الاخوان، نحاولوا نكونوا محايدين. حنا سمعنا البنت وسمعنا الام ديالها، نحاولوا نكونوا محايدين في هذه المساله وما نتهموا حتى شي شخص. راه صعيبه، راه الاخوان راه التعليق شي مرات وكيطيح لك المورال، فما بالك باتهام واتهام ان الزوج ديالي. باقي ما تفرجوش الفيديو ديال الخروج ديال الام، تفرجوا الفيديو وسمعوا بحكمه، سمعوا بالاذن الثانيه كما كيقولوا. يعني ما تسمعوش بواحد الخلفيه ديال اتهام وباغي نردوها بحال هذيك السيده ديال تيطوان، يعني ديجا قاتله وعندها يد الى اخره. وانا بليز دوس انا رايي المتواضع الاخوان ولا الزم به احد، انا كنظن ان الامن الوطني، ان داك الشخص من الامن الوطني كولونيل عنده رتبه في الامن الوطني، وحنا كنعرفوا هذا الجهاز ديال الامن الوطني اللي هو واحد الجهاز قوي، واحد الجهاز اللي كيحمي يعني الموظفين ديالو. ما يمكنش كولونيل في الامن الوطني غيتقتل دوز خاويه بهذا المعنى. يعني حنا كنعرفوا ان افراد الامن الوطني الا وقعت لهم شي حاجه، وكنتو شفتوا ديك الجريمه اللي كانت وقعت في الرحمه في الدار البيضاء ديال دوك المتشددين او دوك الارهابيين اللي كانت دارت البوز، واللي جابوا المتهمين من العيون في يعني في دقائق قليله. داكشي علاش انا ما كنظنش، والله اعلم. حنا نستناو القضاء اش غيدير. الاخوان وصلنا لنهايه هذا الفيديو، غنتبعوا هذه القضيه معكم ان شاء الله، وحنا معكم على الخط حتى نعرفوا الحقيقه. ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم فيديوهات جداد ان شاء الله ديال هذه القضيه وقضايا اخرى اللي كتهم الراي المغربي. ما تنساوش تفعلوا الجرس. شكرا.